ورجعنا يا جماعة البيت اهو، شايلين طلبات معانا، حاجات اللي احنا جبناها. طبعا اول ما ندخل على طول يا يوسف تعمل ايه؟ هيدخل يغسل ايده. طبعا ندخل على طول على التويلت نغسل ايدينا بالصابون. تعالى بسرعة يلا اهو يا جماعة، كده جينا اهو. طبعا اول ما بندخل على طول يوسف بيدخل على التويلت يغسل ايده بالصابون، بالمية والصابون. اغسل يلا يا يوسف، وريني ورينا بتغسل ازاي. برافو شطور، يلا قلبي، يلا يلا اغسل ايدك كويس. طبعا اول ما طالما نزلنا الشارع وجينا لازم نغسل ايدينا بالمية والصابون كويس قوي. يلا اغسل بقى لحد ما اجيلك. طبعا ديت لما احنا جبنا حاجات من تحت. طبعا احنا هنا، هتقولوا انتوا قاعدين هنا ليه؟ احنا قاعدين هنا عند امي تحت. طبعا هم خدوا احمد ونورهان وراحوا عقبال اولادكم فرح ابن خالتي، فهم خدوهم وراحوا مع بعض، وهو مشوار بعيد يعني، عشان كده احنا نزلنا جبنا طلباتنا وجينا. غسلت ايدك يا حبيبي؟ ماشي يا قلبي. طب الايس كريم ده، طب مش يتحط في التلاجة؟ دي ايه، كندر؟ بيحب الكندر قوي. وريني يا يوسف الكندر. وهتقضوا النهارده بقى معانا يا حبايبي اليوم، بصوا عند هنا عند شقة امي كده واخواتي، فهنشوف هنعمل ايه بقى كده، نرتب مكاننا وننظف مكاننا. وهنا طبعا بصوا الكتاكيت اللي مربينها، طبعا احنا بنحطها هنا في الكرتونه، وبعد ما يكبروا شويه بنطلعهم فوق في شقه اصلا احنا عاملينها للطيور والبط والفراخ والحاجات دي. نشوف النهارده هنعمل ايه عند شقه تحت عند امي. طبعا هم مشوا احمد ونورهان وخدوا بعضهم كلهم ومشوا وسابونا احنا. طبعا احنا كنا في الشارع ونزلنا جبنا طلباتنا وكل حاجه. تعالوا بقى شوفوا الروتين بتاعنا النهارده هنعمل ايه. طبعا اتوضينا وصلينا الحمد لله. نعم يا قلبي، نعم. فاول حاجه هنا بصوا، ايه يا رانا يا قلبي، ايه يا لوحي. بصوا بقى انا هطلع، طلعت ايه؟ طب ثواني يا رانا، ثواني يا قلبي، هطلع كده من التلاجة جوافة هنعمل عصير. طبعا ما صدقت التلاجة اتفتحت، عمالة تلعب فيها. انا وبفتح التلاجة بقى طلعت هنا دي جوافة بس لسه مجمدة، شكلها هتاخد وقت. ولقيت اللبن اللي هو ايه، اللبن الحليب دوت، هطلعه بالمرة. اعمل لي كوباية نسكافيه كده عشان اعرف بقى واعمل كل حاجة انا عايزاها. على فكرة يا جماعة، لما بعمل كوباية النسكافيه بتشجع وبتلاقي قوة عجيبة نزلت عليكي، ممكن تقومي تكسري الدنيا كده، تشيلي وتحطي وما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، ما تتعبيش ولا اي حاجة. يعني انا مش عارفة دي عند كل الناس ولا عند انا بس، ففعلا بتقوي كده وبتحس ان فيكي طاقة، يعني جات لك طاقة كده حلوة. استني استني، بص عايزة تشرب ايه يا جماعة؟ شايفة طلعت ال تشربي. طب يلا، انا عارفة ان هو غلط بس نشربها بق كده من نفسها، حرام يعني. تعالوا بقى النهاردة نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا انا واقفه، انتوا زي ما انتوا عارفين انا ما بسكتش يعني، ما بقعدش بنضف حواليا. طبعا دخلت هنا على المطبخ نضفته، وبصوا نضفت هنا وهنا والمطبخ، بصوا عملته ازاي. فانا وبنضف كده لقيت جنبي كده كيس فيه فول مدشوش، اللي هو الفول ده تعرفوه يا جماعه، هو ده الفول المدشوش ده. فقلت ايه ده، طب ما انا اعمله بدل ما كنا مطلعين فراخ عايزين نعملها احنا كل يوم فراخ ولحمه، مش هينفع. قلت اغير بقى الاكله شويه، نعمل ايه بالفول المدشوش ده؟ تتخيلوا الفول المدشوش ده ممكن نعمل بايه؟
طبعا اكلات كتير وحاجات كتير انا هعمل بيه. بصوا انا كنت لينته يعني يعني حوالي بقاله حوالي ساعة كده متلين في المية عشان ما نسيبهوش كتير اهو. هعمله بصورة، ايه رأيك يا جماعة؟ مين بيحب البصورة؟ هعمل بصورة بقى كده، اكيد هيعيبوا عليا يقولي يعني احنا كنا خارجين وجينا لقيناكي تعملي بصورة. بس حلو خلاص يعني روضة الحمد لله. هشغل بقى اعمل ان شاء الله بحط شوية بقى بصارة تحفة. بنعملها بالملوخية اللي هي اللي بتبقى ناشفة دي، بنعمل بالملوخية الناشفة اهي. طبعا عند امي بتبقى فيه ملوخية كتير اهي، بتجيلها من البلد، بيجيلها من البلد. واعمل على جنب كده بقى كوباية النسكافيه اللي بقول لكم عليها عشان اتشجع كده واقوم اعمل كل اللي انا هعمله. بصوا بقى بحط هنا كوباية معلقة صغيرة، معلقة صغيرة قهوة اللي هي قهوة فوزي البنانة، بصراحة جربتها دي جميلة. ومعلقة ونص، بصوا بقى يا جماعة أنا مش عارفة بقى هينفع النسكافيه باللبن ده، لأن هما ما عندهمش اللبن اللي أنا بجيبه الجهينة اللي هو العبوات دوت اللي هو الباكتات اللي احنا بنشتريها دي، عندهم اللبن اللي هو الحليب الطازه ده. فهجربه هشوفه هينفع بقى بيه ولا لا. متهيألي ما بيبقاش طعمه حلو زي ما بيكون لبن جهينة او لبن المعلبات اهو. بصوا بقى يا جماعه اتدلقت مني ازاي عشان تعرفوا ان انا عندي عمرها ما حصلت كده يعني فوق عندي، لا ما فيش مره اتدلقت مني بالمنظر ده. بص هضطر بقى افك واغسل الحاجه دي تاني. طبعا اللي هي الحامل اللي انا بحطها عندي فوق في شقتي بتبقى احسن بكتير، ما بتخليهاش تتحرك وتتلق وبتاع. بصوا انا لا انا حاسه ان هيبقى طعمها مش زي اللبن التاني. وادي البصارة بتاعتنا يا جماعة اهي على النار لسه، لسه دوت الفول المدشوش ده بيغلي كده هياخد له تسوية. اول ما تلاقي المية بدأت تخلص كده شوية وتمسك الفولية تلاقيها استوت، يبقى كده خلاص خلصت. وهنجيب اطلع توم من التلاجة عشان اطشلها بالتوم واطشلها بالتوم والسمن. الحمد لله طلعت التوم يا جماعه ورحت جبت الحاجه دي والحمد لله ما فرتش. انا قلت اجي الاقيها الاقي الكوبايه فارت ووقعت واتدلقت، الحمد لله ما فرتش لسه قدامها شويه. طبعا يا جماعه اتاري امي كانت مطلعه، كان في الفريزر فيه اللي هو السمك اللي منضفاه ومجهزاه، وقالت لنا ابقوا طلعوه اهو، قالت لنا ابقوا طلعوا عشان نعمله، وانا ركنته خالص على جنب. وطبعا كانت جايبه هي الفراخ اللي قالت لنا ابقوا نبقى نسويها برضو نعملها 3 فرخات، قالت ابقوا سووهم كلهم مع بعض، ركنتها على جنب. والبانيه برضو كنا جايبينه، هركن كل ده بقى ونعمل البصاره احلى وتبقى خفيفه واحسن. طبعا هبقى اطبق الهدوم دي اللي هو اكيد فورك. الحمد لله يا جماعة لحقتها. بصوا اهي ما لقيتش غير الكوباية دي صغيرة عشان انتوا عارفين انا ما بحبش الكوبايات الكبيرة، برضو دي كبيرة يا جماعة على فكرة، لا كبيرة قوي. انا عندي الكوباية اللي هي الصغيرة متعودة عليها دي حلوة جميلة قوي. هقعد بقى على جنب اشربها وبعد كده ارجع لكم تاني. نضفتها تنظيفه حلوه، حتى الهدوم يا جماعه اللي هي الشتوي طلعناها. بصوا نضفت الدولاب خالص، ما بقاش فيه حاجات غير حاجات بسيطه بس كده اللي احنا بنحتاجها. والضرفه التانية اهي بصوا ما شاء الله لف، نزلنا الهدوم كلها وطبقناها وحطينا الهدوم الشتوي اهي، دي الملايات من فوق والمفارش وايه تاني والفوط. وبحب انا بص دايما يا جماعه انا مش عارفه بحب اسيب ظرفه كده فاضيه، ما بحبش املى كل المكان. طبعا الظرفه اللي من تحت ديت شنط
وده السرير بقى هنضفه وهنفضه. وهروح جايبه بقى الميه وامسح. انا لميت السجاده هنا نفضتها تنفيضه حلوه، هجيب بقى المساحه وامسحها. بصوا حبايبي انا حطيت، بحب احط اللي هو زي الداون دوت اللي هو المعطر، حطيتها غسلتها كويس قوي وحطيت عليها. حبايبي بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه كمان، يا ريت تتعودوا تعملوها قبل النوم، يعني قبل ما تيجي تنامي. بصوا بقى يا حبايبي كده خلصنا الاكل بتاعنا، عملنا البصاره التحفه الجميله دي. بس هي على فكره غمقت شويه يا جماعه، بتحط شويه ملوخيه ناشفه شويه صغيرين، ورحت عامله جنبيها كمان شويه لسان عصفور، بس بصراحه روعه اهي. هسيبها بقى تكمل سواها على البخار، بغطيها عشان تكمل سواها على البخار. وعملت كمان يا حبايبي دوت عشان المعطر دوت هرش بيه بقى الشقه بعد ما خلصتها. بصوا بقى عملت شويه عصير روعه، طبعا شفتوا الكيس اللي انا طلعته من الفريزر، على فكره ما بياخدش وقت، يعني الجوافه اللي انت شايلها مخزنينها اول ما تيجي تطلعيها تسيبيها كده على الكونتر شويه هتفك لوحدها. بصوا اجمل جوافه بيضه هي ولونها فاتح وتحفه وجميله، عملتها بالموس، عملتها جوافه بالموس. طبعا انا كنت جايبه لهم لما نزلت الزبادي اللي هو بقطع الفواكه ده يا جماعه تحفه، ب 4 جنيه العلبه، بس بحلو قوي يعني جميل. كده خلصنا المطبخ بتاعنا. بصوا يا حبايبي اهو كده خلصنا، هبقى اجهز لهم بقى الصينيه عشان ياكلوا بالهنا والشفا. وتعالوا بقى جوله معايا بقى بسرعه، شوفوا احنا عملنا ايه. هنرش طبعا المعطر، بصوا ريحه الجلاد ده بصراحه يا جماعه، بصوا اللي باللافندر تحفه خرافه بامانه يا جماعه روعه. بصوا بصوا بقى الجمال، ايه رايكم بقى؟ والحمام بقى بتاعنا الروعه الجميل ده، البانيو انا بمرتاحه قوي نفسيا لما بلاقي البانيو بصراحه مليان ميه، مش عارفه مين زي كده. والزرع برضو برشه كده، روقت طبعا الريسبشن كله، خدت واحده من دول يا جماعه من الحافظه اللي كانت هنا ونشرتها بره، طبعا عمالين اتفرجوا على مسرحيه مسرح مصر دي. وحطيت عشان تعرفوا حطيت لهم الميه وحطيت لهم كل حاجه، هم خلاص يا جماعه كبروا كده، احنا هنطلعهم بقى فوق عند شقه الفراخ. وبصوا المكان بقى ما شاء الله نظفته تنظيفه حلوه، هرش برده رشه، بس هقفل بقى الشبابيك عشان هقفل الشبابيك. ومسحت كمان يا جماعه الفريزر من فوق كده ما كانش نظيف، مسحته مسحه حلوه قوي، وكنست برده وجبت الشرجوبه ومسحت حواليها اهو. والاوضه دي يا جماعه بصوا لمينا السجاد ده، سجاد كله جديد يا جماعه، امي ما شاء الله عليها بتحب تجيب دايما سجاجيد جديده. بس يا يوسف بصوا ما شاء الله يا جماعه السجاجيد الحلوه الجميله دي، هبقى افرجكم عليها مره كده، هبقى افرشها لكم واوريها لكم. كل دي سجاجيد جديده، امي بتعشق حاجه اسمها السجاجيد التركي اللي هي بفار. بس يا حبيبي انت خلصت الازازه؟ شايفين يا جماعه يوسف خلص لنا الازازه المعطر. طب هات هات ممكن بعد اذنك. كده يا يوسف يا حبيبي خلاص كده. بصوا خلصنا يا حبايبي الروتين بتاعنا النهارده. بصوا اللي هنا برضو روقنا المكان خالص اهو. احنا بنحط شنطتنا، شنطه الهدوم بتاعتنا في الشنطه دي. خلصنا كده الروتين بتاعنا. شايفين يا جماعه لما بتكح رنا بيقول لها ايه؟ بيقول لها سبحان الله تعالي يا قلبي. بصوا بقى خلصنا كده الاوضه دي، روقناها ونضفناها. طبعا انتوا عارفين يا جماعه تحت السرير اللي هناك ده فيه ايه؟ في حاجات مهمه هبقول لكم عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، ما تنسونيش حبايبي في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم من بيت العيله الكبير كل حاجه جديده ان شاء الله، تبقوا مبسوطين ونبقى خفاف، وان شاء الله نبقى خفاف عليكم كده.
ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك والشير يا جماعه عشان خاطر يوسف. يلا حبايبي انتظرونا بقى الفيديو اللي جاي. الفيديو الجاي ان شاء الله ضرب نار، هيعجبكم قوي. ويلا مع السلامه.